هنا في لعبة مهمة جدا جدا، احنا قلنا أي ركلة جزاء أو أي هدف بيجي يا أسامة، هنا في حاجة اسمها مراجعة الهدف أو ركلة الجزاء. نشوف الحالة اللي جاية ديت هل في مخالفة لعبد المنعم ولا لأ؟ لأن أنا النهاردة كحكم فار قبل ما أجيب ركلة جزاء بجيب اللعبة الهجمة. اللعب مظبوط. اللي حدث مع محمد عبد المنعم في اللعبة هنا نشوف الجزيري هنا نشوف. هنا الجزيري هنا وعبد المنعم فوق اتشد من الإيد. اتشد من الايد، بص يا كابتن، بص 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 اتشده الشده وانا طالع فوق في الهواء. اي شده في التيشيرت برضه ياخد توازنه، اختلاف توازن. مزبوط. او اختلال توازن. هنا كان يجب على الفار هنا قبل ما تحسب ركله جزاء على الفار بتجيب تقول له هنا كان في مخالفه هنا الاول. صح. وتجيب له ركله الجزاء، لما تيجي توري له اللعبه توري له دي وتوري له اللعبه كامله، هو يقتنع بقى. صح يا كابتن شريف، هو يقتنع. متفقين انا وانت واحنا بنتفرج، مفيش كلام. ولكن انا شايف ان هنا ركله جزاء غير صحيحه، كان هناك مخالفه تسبق ركله الجزاء من الجزيري ضد محمد عبد المنعم، والاهلي ليه ركله جزاء لم تحتسب بنسبه 100%. ما عشان كده ربنا بيكرمنا وبيكرمنا بواسع وبما يعني باربع اهداف وخمس اهداف، فالحكايه مش كده يعني، اعمل اللي انت عايزه. انا بقول يا كابتن ايمن، في ربنا يا كابتن. بص يا كابتن، كابتن غندور، في ربنا فوق أنا كل شيء. انا بص يا كابتن، انا مش عاوز اضيع فرحه النادي الاهلي النهارده، كسب الحمد لله 4-1، ولكن اخطاء لازم نقف عندها. وزي ما قلت انا كحكم مش هقدر اعوض اللي بخطئه، يعني النهارده لو النتيجه قربت كنت انا كحكم مسؤول. النادي الاهلي النهارده حل لك المشاكل والنتيجه وسعت، وهنقول الاخطاء مش مؤثره، ولكن لا مؤثره، لان كان ممكن قوي ان نادي الزمالك يقرب او اي نادي بيلعب النادي الاهلي يقرب. عندنا ركله جزاء لم تحتسب واضحه جدا والفار ما جابش الحكم، وعندنا ركله جزاء محتسبه غير صحيحه نتيجه المخالفه موجوده من الجزيري ضد محمد. لا هي عمي. خلي بال حضرتك يا كابتن، هي اثرت على النتيجه برضو. يعني هي اثرت، ما اثرتش على نتيجه المباراه. مش على وضع المباراه ان الاهلي كسب الحمد لله، بس اثرت على نتيجه المباراه. يعني بدل ما يخش فينا جول كان ممكن يبقى خماسيه. بص يا كابتن، مش 4-1 كان ممكن تبقى النتيجه 5-0. تاني يا كابتن، تاني يا كابتن ايمن، انا النهارده البنا يا بنا النهارده لو انت حسبت ركله جزاء بتاع حسين الشحات وما كانش فيه مخالفه في ركله الزمالك، وعبد الغني طرد، مفيش مشكله. وعبد الغني كارت احمر، وعبد الغني كارت احمر، كنت مظبوط. احنا مالناش، احنا يا جماعه كحكام مالناش علاقه بالنتيجه، واحنا صح. دايما احنا قلنا مع الحكام ومع لجنه الحكام في اي وضع، ولكن لما يكون في اخطاء لابد ان احنا نطلع نقولها. تاني يا كابتن مش عاوز ابوظ الفرحه، ولكن مبروك للنادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء والنتيجه، وارجو من الحكام ان هي تشاهد هذه اللقطتين لان لقطتهم فيه كلام كتير جدا يا كابتن ايمن. طبعا عندنا حالات كتيره، ولكن النهارده بنقول نسيب الجمهور ونسيب حضرتك والاستوديو يفرحوا بالمباراه ويفرحوا بالنتيجه. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا جزيلا. امتعتنا طبعا كالعاده، بس اخطاء التحكيم اثرت على نتيجه المباراه. أكيد، أكيد أنا ما زلت عند رأيي. أكيد يعني بدل ما تطلع بخماسية نظيفة 4-1، والواحد كمان ما يستاهلش الفريق. حاجة تانية يا كابتن، أنت بقالك 11 مباراة ما دخلش فيك، ما دخلش فيك جول، دخل فيك هدف النهاردة، بوظت. مبروك لكابتن النادي الأهلي، ومزيد من الانتصارات لكل المنتخب والنادي الأهلي، ونتمنى طبعا نشوف تحكيم الفترة الجاية أفضل، بعيد عن النتائج وبعيد عن أي شيء. أنا كحكم النهاردة لو عملت لعبتين دولت كنت هطلع واخد العلامة الكاملة. صحيح صحيح، شكرا كابتن ناصر، امتعتنا كعادتك دائما.